مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فهكذا كل نبي يريد الخير لأمته. فلما سمع إبراهيم يدعو بهذه الدعوة وسمع عيسى عليه الصلاة والسلام أيضا يدعو بتلك الدعوة، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير لأمته، يريد من أمته أن يدخلوا الجنة، فرفع يديه ويدعو لأمته: اللهم أمتي، اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم وسأله ما يبكيك. فأتاه وسأله، فقال يعني كما في الدعاء: اللهم أمتي. فرجع جبريل إلى الله تعالى، فقال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك. هذه بشرى عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا